كرة عالية وأمامية تتنزل الآن من فرانكو. جاك الهدف، جاك الهدف النهضاوي الأول، جاك الهدف النهضاوي الأول العنيد يسجل في هذه الأوقات أول الأهداف في هذا اللقاء. والتحية تأتي من الجماهير القليلة الحاضرة في مجمع صحار الرياضي. إذن هدف أول يسجل في هذه الأوقات لمصلحة النهضة في مرمى عبد السلام البلوشي. في كرة كانت عالية نزلها فرانكو، بعد ذلك حطها في المرمى، حطها في الشباك ليعلن تقدم النهضاوي، ليعلن التقدم النهضاوي. شوف الإعادة، سهيل ثويني كان الصانع في اللقطة الماضية، قال ما في صانع، ما في صانع اليوم، ما حد راح يصنع، أنا اللي راح أصنع. أرسل له كرة أمامية عالية وصلت وبعد ذلك سجلت في الشباك وحاضرة في كأس مازدا لمصلحة النهضة. وكرة تأتي له، الله، لا تتكلم عن الواحد صفر لأن الواحد واحد جاك، لأن الواحد واحد جاك. الله على عيسى الحوسني، على عيسى الحوسني في اللقطة الماضية، ما كان عيسى، كان عماد الحوسني في اللقطة الماضية. الله على هدف جميل، الله على هدف يسجل بالنسبة للخابورة في هذه الأوقات. شوف الإعادة، شوف اللقطة السابقة، وشوف عيسى مر وبعد ذلك التسديدة التي استقرت على يمين سهيل ثويني وسجلت لمصلحة الخابورة. الله على الهدف الخابوري، الله على الهدف الأصفر. اسماعيل العجمي أرسل كرة إلى عيسى وبعد ذلك مرمى علي البوسعيدي وتسديدة جميلة استقرت في شباك سهيل. إذن واحد واحد، واحد واحد في هذه الأوقات، وآخر واحد واحد أيضا حضرت في بطولة كأس ماس.